كمان بنهني المهندس عادل القيعي. المهندس عادل القيعي بعد توليه طبعا رئاسة شركة كرة القدم في النادي الأهلي، ومعاه في العضوية طبعا خالد عبد القادر والمهندس أحمد حسام عوض، وده هيكون إن شاء الله المجلس الجديد للشركة اللي تم اختياره النهاردة في اجتماع الجمعية العمومية للشركة. كل التوفيق للمهندس عادل القيعي، غني عن التعريف. طبعا المهندس عادل القيعي قامة كبيرة جدا جدا، خبرات على مستوى سنين طويلة في خدمة النادي الأهلي، مع أعضاء صغيرين في السن كلهم عندهم طموح وعندهم شغف إن شاء الله تكون مسيرة جديدة بشكل جديد لشركة النادي الأهلي، تكون إن شاء الله قادرة على تحقيق وأمنيات كل جماهير النادي الأهلي.